بسمع مني لليوم معنا الخبير الاقتصادي والمالي غسان شماس. صباح الخير. صباح الخير ست كارين، كيفك؟ الحمد كيف لله، كيفك انت؟ يعطيك العافية. بدنا نحكي والوقت عم يركض، ما بعرف ليه اليوم وقت كتير عم يركض بسرعة، عن التدقيق الجنائي. خلينا نقول شغلة، مش كل العالم فهمانة شو يعني تدقيق جنائي، عم يسمعوا فيها ورفضت وما رفضت والشركة فلت ومدري شو، بس مش فهمانين شو الكونسبت. صباح الخير وكل سنة وانتم بخير. بعيد بلدنا بعيد الاستقلال، ان شاء الله كل سنة تكون احسن. امين. التدقيق الجنائي شغلة كتير هينة، معناها انه في اموال بتجي على الدولة او بتجي على مؤسسة معينة وتصرف. التدقيق العادي بيتأكد من انه هالاموال اللي فاتت وصرفت حسب الدفاتر والبالانس شيت مصروفي مثل ما هني قايلين. يعني اذا انا بقول دفعت $1000 مثلا للمؤسسه الفلانيه، بيطلعوا بالفاتوره بيقولوا فاتوره $1000 مؤسسه فلانيه انا دفعتها مزبوط. اما التدقيق الجنائي بيروح خطوه ابعد من هيك، بيقول $1000 انصرفت للمؤسسه الفلانيه، ليش انصرفت للمؤسسه الفلانيه؟ هل صار في مناقصه؟ هل هالمؤسسه الفلانيه عندها شغل معنا؟ مين صاحب هالمؤسسه الفلانيه؟ واتسترا. اذا التدقيق الجنائي بيغوص، بيقدر اذا راد او اذا لقى شيء ضروري انه يغوص باسباب الصرف ولوين راح الصرف. طيب مصرف لبنان مثل ما فهمنا، correct me if I'm wrong، مصرف لبنان رفض يسلم بعض المستندات او الدوكيومنتس للشركه اللي كانت مطلوب منها انها تعمل تدقيق جنائي بحجه السريه المصرفيه. صار في كثير نقاش حول هيدا الموضوع وحول صلاحيه المصرف انه يسلم هيدول الاشياء بظل وجود قانون مثل قانون السريه المصرفيه، ومنهم من طلع قال هيدا حكي فاضي، في يسلم حتى لو في سريه مصرفيه. اول شيء الكونسبت اللي عم تقوليه مزبوط، لكن خليني اوضح لك وين السريه المصرفيه بتطبق. نحن ليش بدنا فورنسيك اوديت، يعني التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟ انا ما بيهمني اعرف اذا مصرف لبنان حول مثلا 100 مليار ليره لوزاره معينه، يعني انا راحت للوزاره صارت مسؤوليه الوزاره. صار في عمليات مصرفيه وعمليات صيرفه بمصرف لبنان قد تكون، ما بنقدر نقول هي، بنقول قد تكون عليها علامات استفهام. هون بيت القصيد، هيدا يلي نحن حابين نعرف شو يلي صار من العمليات الهندسات الماليه، لا يمكن بعض القروض الميسره لبعض المصارف يلي مش كله بيطلع للعلن. هون مصرف لبنان عم بيجي يقول في سريه مصرفيه حتى وقت يلي ألفريز ومارسل قالوا طيب خيعتونا هالحسابات مرمزة. يعني شو يعني مرمزة؟ يعني ما بيجي بيقول هذا حساب مثلا، ايه ما بنعرف الاسم، ايه 1A. كمان رفض مصرف لبنان بذريعة يعني هي قانونية، هون نقاش قانوني، انه السرية المصرفية ما بس بتغطي او بتحمي صاحب الحساب، تحمي قيمة الحساب. ليش هالشي مهم بالنسبة لمصرف لبنان وهم لنا ان نعرفه؟ لانه انا اذا اجى قال لي والله المؤسسه الماليه اكس بدون ما يقول لي اسمها اخذ قرض ميسر من مصرف لبنان بقيمه مثلا شو عرفني 200 300 مليون دولار بتاريخ كذا، هيدا لحاله ايفنت كثير كبير. ما نعرف ليه رجعوا المصاري ولا ما رجعوا. لذلك مصرف لبنان برايي وقف عقبه بانه في سريه مصرفيه. طيب هل عقبه ليجيتيم يعني مضبوطه ولا حجه؟ فيها ما فيها من النقاش، يعني مثل ما سمعنا كان في نقاش بين معالي وزيرة العدل ونائب إبراهيم كنعان، يعني انه هيدا بيقول لا لازم نعمل رفع سرية او قانون مؤقت، بالتاني مين بيقول لا ما لازم، يعني فيها لغط. فأنا برأيي اقترح قانون تعديل قانون رفع السرية المصرفية على بتعليقه على سنة لبين ما نشوف شو بدنا نعمل. بعتقد بده تعليق أكثر من سنة، بده سنتين أو ثلاثة. طيب سؤالي لإلك صريح كتير، يعني سؤال واضح كتير بتمنى تجاوبني بصراحة. ببلد ماشي على الهوارة وقوانين بتتغير كل دقيقة
ومجالس ومؤسسات دستورية بتتعطل سنين كرمال أشخاص، ومصارف بتطلع ومصارف بتنزل وما بنعرف شو فات وشو ظهر. وقفت هلأ على التدقيق الجنائي، صاروا كلهم محبين للقانون وصار بابق بدهم يدققوا مشان السرية المصرفية. سؤالك جوابه بقلبه، معك حق، معك حق 100%. لكن أنا بحب أقول أنه هلأ راح ألباريز أند مارشال، مش معناتها راح التدقيق الجنائي، راحت شركة لقيت أنه هاي الشركة شو إجت عملت، إجت لقيت أنه ثلاثة أشهر مثلا من شيء بعتوا ليستا، جوابوهم بليستا، شفناها ليستا على فوربس سربتها، وقالوا أول رايت رح ناخد ثلاث شهور تانيين مشان لحتى نشوف إذا وزارة المالية بتردنا هيك في بالعقد. بالآخر هدول الجماعة شمعوا الخيط مثل ما بيقولوا شعبيا، أكيد راحوا. أكيد، لأنه واجهوا الشيء بحياتهم مش شايفينه على كوكب الأرض، سبيشيز جديدة. أبسولوتلي. بقى أنا برأيي لا، بده يصير في تدقيق جنائي، يجب أن يتم أن نوصل لمرحلة تدقيق جنائي. وبعتقد أنا بعتقد أنه كان يعني دود الخل منه فيه. Exactly. بقلب القانون، كان بقلب العقد كان واضح أنه ما راح يصير تدقيق جنائي. وفي نحن يلي علقنا على العقد وقت اللي طلع، الناس قالت إيه سعره مليونين، مش هيدا المشكل، المشكل أنه العقد مثل مش مثل ما معمول لحتى ما يصير تدقيق جنائي. وير باينج تايم، عم نشتري وقت، لكن عم نشتري وقت من جيبه العالم. يعني انت وقت تشتري شيء بتدفعي سعره، والسعر عم يدفع من جيوب العالم. التدقيق الجنائي اذا حصل بده يفضح ناس كثير ورؤوس كبيره ومصارف كبيره واشياء كثير، لانه يعني كيف اولادك يحن بوجهك، المصاري طارت. يعني في شيء بكلمتين، التدقيق الجنائي سوف يعري السيستم المصرفي والمالي في لبنان، ورح يطلع به نوعين او ثلاثه من الكونكلوجن. الكونكلوجن الاوليه على مستوى السيستم، هذا السيستم هيك مش ماشي. الكونكلوجن الثاني بعض الصناديق او الوزارات، والكونكلوجن الثالث الاشخاص. اللي بيهمنا نحن من هالموضوع هو هل لبنان طلع التدقيق الجنائي، وهذا الرابور قدام الكل، هل نحن قادرين ان نطبق، هل لدينا قانون، توافقي؟ لانه اليوم تجي بتحاكميني، بدك تحاكمي فلان، بدك تحاكمي فلان. طيب هي واحد، هل نحن قادرين ان نجي نقول مش بس المصرف المركزي بده تحقيق جنائي، كل مؤسسات الدولة بدها تحقيق جنائي. لماذا؟ هل التحقيق الجنائي برأينا نحن فلسفيا يجب أن يمس المنظومة المالية يلي نحن اخترعناها من أيام الطائف لليوم؟ بس يعني أنت عم تطلب منهم أنه هن يسلموا رقبتهم بإيدهم؟ يعني عم تطلب منهم ينتحروا، يمسكوا الفرد ويقوصوا حالهم؟ لأنه اللي عم لا سمح الله، لا أوكي، اللي هن كيف بدهم يطالبوا بشي دينهم؟ لأنه نحن عارفين أنه حامية حرامية. هن مش رح يطالبوا، هن كلمة هن هالمجهول بالهن ما رح يطالبوا. يلي بده يطالب هن فئتين، الشعب والمجتمع الدولي. بلش سبقنا المجتمع الدولي بده يطالب، ومن هيك نحط شروط على فتح باب المساعدات للبنان، إن كان من قبل IMF أو من الدونرز كونتري أي البلاد المانحة، إنه عملوا لنا ريفورمز لحتى نقدر نبعث مساعدات. وأكبر برهان، وأنا برأيي أكبر خجل أنا حسيت فيه قدام كل العالم، هو وقت يلي صار انفجار مرفق بيروت بأربعة آب. كل اللي بعتوا مساعدات قالوا إيه نحن بنبعث مساعدات، ولكن بس مش للدولة. مشكلتهم ما بقى فرقانة معهم يتبهدلوا، صاروا عارفين إنه نحن عارفين، إنه هن عارفين إنه نحن عارفين، إنه هن عم بكذبوا وهن عم بكذبوا ونحن عارفين. عرفتها هالقصة؟ صارت واضحة وما بقى فرقانة معهم. لهون وصلت الأمور، يعني وصلت الأمور لما بعرف. على كل حال إن شاء الله نقدر نوصل إنه للتدقيق الجنائي إنه يصير، إن شاء الله يتحاكموا كلهم فردا فردا، من كبيرهم لصغيرهم، المسؤول عن نهب مال هالعالم وعن حياتنا وعن أرزاقنا، فردا فردا عن جد. لو مني على الهواء كنت بقول لك شو عبالي يصير فيهم. لا ليكي، أنا بتابعك على تويتر ودايما بسمع، لأنه سرقوا لنا كل شيء، right. عمرنا right. كله راح منهم.
تسمحي لي بتعليق. تفضل. هالأرزة اللي مبينة على 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 قلبك وهذا شيء كتير مهم، هذا لحاله بيعطي جزء من الحل. شو بدي بالشعر؟ أنا معروف إني زلمة كتير براغماتيك، ما بشتغل بالشعر مع إني بحبه كتير، بس رح أقول كلمة هيك أخيرة. أنت موضوع مشكلتنا بلبنان هو عنا ديمقراطية توافقية اتفقنا عليها بعد ما طلعنا من الحرب، طبقنا عليها لاير تاني، كوش تاني سميناها الاقتصاد التوافقي، وهون نحن فتنا بالحيط. ما في اقتصاد توافقي، صحيح؟ ما هيك؟ ما في كومبيتيشن توافقي، يا انا احسن منك يا انت احسن مني، وبقلني. ما بيصير اذا بدي زفت طريق بدي اعطي وات ايفر بالشمال، بدي زفت 15 ضيعه قدامهم ولو منه بيعشر التسفيد، لانه هذا اسمه اقتصاد توافقي. لازم هيدا التدقيق الجنائي اللي نحن بعد ما يطلعوا الاسامي وفلان عمل وفلان عمل، لانه رزق السايب بيعلم العالم على الحرام. انت رزقك سايب بالبلد، قانونك سامح للكل. نحن مستر غسان خلص وقتنا، شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه.